حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير، فقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم. موضوعنا الأول والترند الأول اللي موجود بمواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والقنوات والأخبار والصفحات، والأهم أنه موجود لدى المواطنين. اليوم راح نكمل تقريبا 20 عام أو 21 عام من المعاناة بسبب ملف الكهرباء اللي لحد الآن ما أجا وزير وضبط هذا الملف، ما أجا وزير وخلى الشعب مرتاح في فصل الصيف من وجود الكهرباء. إلى رحمة الله هذه هي الكهرباء، سووا لها تابوت وسووا لها تشيع وفيما لا، هذا هو الله وياك. إلى رحمة الله هذه في بعض المناطق، أغلب مناطق بغداد والعراق والمحافظات تعاني من الكهرباء في فصل الصيف، وكأنه هذا الموضوع ما إلى أي علاج، وكأنه إحنا البلد الوحيد اللي لابد انه يعاني في فصل الصيف من موضوع الكهرباء. يا اخوان اليوم احنا وصلنا سنة 2023 ولحد الان لا اجى وزير، لا اجت حكومة، لا اجت مهندسين، لا اجوا خبراء، لا وفهموا شنو موضوع الكهرباء بالصيف، ولا حد يقول لي بسبب ارتفاع درجات الحرارة. عمي بهواي دول درجات الحرارة ترتفع، شو ما تطفى عندهم الكهرباء مثلنا؟ شو ما تصير ساعتين بخمسين ساعة الاطفاء؟ عمي الناس ما لها خلق بعد، الناس تعاني خصوصا بهاي الايام، وايضا احنا مقبلين بالايام اللي جاية على حرارة ممكن ازيد. بس لحد الان ما، وبالمناسبة ماكو مكان ما تطفى بيه الكهرباء، ماكو مكان ما تطفى بيه الكهرباء. وراح اشوفكم الآن المناطق والأماكن اللي الكهرباء تطفى بيها. مثلا تظاهرة حاشدة في المقدادية احتجاجا على تردي واقع الكهرباء بمنطقة المقدادية مثلا، هذه الصورة. أيضا هنا انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل في مطار بغداد الدولي، يعني مو بس بالمناطق، لا حتى بالمطار تطفى الكهرباء طبيعي عادي والناس تمشي. يا ناس يا عالم ترى الموضوع يعني زاد عن حده. ايضا عندنا موضوع مهم تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي باليومين اللي مضن، وما نعرف شنو مصدره، اللي هو مصدر يؤكد رئيس الوزراء يمهل وزير الكهرباء لغايه يوم الثلاثاء المقبل اللي هو بعد يومين، اذا ما تم معالجه انهيار وتراجع التجهيز عليه أن يقدم استقالته في جلسة مجلس الوزراء. هذا هو المصدر، وراح نناقش هذا الموضوع أكثر وتفاصيله مع ضيفنا العزيز المهندس مازن السعد. حياك الله أستاذ مازن. أهلا وسهلا بك ومشاهديكم الكرام أستاذ العزيز. حياك الله. أريد أبدي من حيث ما انتهيت اللي هو موضوع الخبر اللي انتشر بخصوص انه رئيس الوزراء ممكن يقبل على إقالة وزير الكهرباء بسبب عدم التجهيز، حدثنا عن هذا الموضوع اذا عندك تفاصيل اكثر مهندس مازن. والله استاذ العزيز يعني هل هي مشكلتنا اليوم في الكهرباء هو شخص لو هي مشكلة منظومة؟ اكيد منظومة استاذ زياد. زين هو من الناس يعني الجيدين في إدارة الوزارة حقيقة مقارنة بما قبله، ومتفاهم جيد مع منهم بمستوى ومنهم أعلى من على مستوى الكابينة الوزارية. لذلك بكل أمانة قد لا يكمن الحل في استقالة السيد الوزير، الحل بكل أمانة هي في تغيير فكر إداري كبير بالدولة من ناحية منظومة وزارية كاملة، اعتبارا من رأس السيد رئيس الوزراء عليه أن يجيب المستشارين الحقيقيين اللي يكونون سند الى السيد رئيس الوزراء. زين لا نطلب شخص، اول شيء انتم كمنظومه سياسيه دورتوا الفشل بالفشل، من تجيبون وزير
تجيبون وزير من داخل الدولة اللي صار لها 40 سنة فاشلة، ما تفكر تروح تجيب شخص مهني من خارج الدولة من قطاع خاص أو خبير دولي وتقول له عنده هذه مشكلتي وتعال حل لي إياها. زين. فبالنتيجة يا سيد العزيز الخطأ هو ليس بإقالة وزير نفسه، المشكلة بإقالة كابينة كاملة إذا لم تجد زين. أنه تجد حلول صحيحة لهذه الدولة. مهندس مازن المشكلة وين؟ المشكلة في كل سنة في فصل الصيف الكهرباء هذا الواقع المتردي مالته، المشكلة وين؟ شنو السبب الرئيسي حسب وجهة نظرك وتحليلك؟ السبب الرئيسي في الفكر الإداري سيد العزيز، إدارات فاشلة لا تفهم معنى الإدارة الحقيقية، لا تفهم الربح والخسارة. إن وفرت لنا الكهرباء فتوفر لنا الكهرباء بخمس أضعاف قيمة الكهرباء بالعالم، وهذا يسمى إنجاز وهو يضر الاقتصاد في البلد. رقم واحد، حلول مشاكل الكهرباء التي تكون دائما بردود افعال وليس وفق سياسات تخطيطيه صحيحه، دائما ما تذهب بمبالغ كبيره جدا ومن بينها هنالك خيوط كبيره الى الفساد. لذلك اذا لم يكن هنالك فكر اداري حقيقي في اداره هذا الملف بوجوه خارج الصندوق، صدقني انه ليس هنالك حل لا اليوم ولا باكر ولا بعد 10 سنوات. هو قد يكون هنالك حل سحري. هو هذا الملف من شنو يعاني؟ تقولهم تعالوا حلوا لي الكهرباء، هنالك من ياتي ويحل لك اياها، بس ليش؟ موضوع اذا كان ينحل بمليارين وثلاثه ليش تروح تخسر 50 مليار؟ زين يا سيد العزيز مهندس مازن المعضله الكبيره هي في الفكر الاداري ليس الا. تمام انا اتفق وياك بالفكر الاداري، بس انا ارد اعرف عدم التجهيز الكافي، هذه المشكله شنو سببها؟ ما عندنا غاز، ما عندنا كهرباء، ما عندنا انطيني سبب واقعي وحقيقي انه ليش احنا فقط في فصل الصيف ما نجهز الكهرباء بصوره مثل باقي الاشهر؟ ليش؟ لان احنا ما نحسب حساب، اكو شيء اسمه في الاداره اسمه اداره الازمات الكرايسيس مانجمنت عزيزي. زين انت عليك ان تتنبأ بالفشل زين حتى تتلافى وتحط خطه لتلافي الفشل. احنا هل عندنا ناس زين؟ هاي الوزراء القبله ما قدروا، هاي كم وزير صار كلهم يتحملوا، لانه تعرف يا جنابك ليش؟ زين احنا ما في يوم وقفنا وزير وشقنا للمحكمه بسبب الاهمال الاداري. هسه اذا قدرنا نثبت لانه فساد اداري هذا غير موضوع، اوكي اكيد سياخذ جزاء الى المحاكم، ولكن نحن دوله يسموها دوله الخطيه ودوله حباب ودولة خوش ولد ودولة ابن أوادم ودولة ابن الحزب الفلاني، زين؟ لذلك نحن لا نحاسب المخطئ. وزير إذا أنت غير قادر على أنه تجيد ملفك بطريقة صحيحة وتخسر البلد شكو باقي، أخي اطلع خلاص زين؟ ضمن سوقه إلى المحكمة بسبب إهمال إداري وضمن الخسارات. أنت أجيت السنة صرفت 13 مليار بالكهرباء وما وفرتها 24 ساعة في 7 أيام، إذا أنت إنسان فاشل، عليك أن تدفع فلوس وتحاكم. زين. يوم اللي نحط ادارات بهذا المستوى نقدر نحاسبهم سياتينا الوزير الجيد الذي يستطيع ان يحل مشكله الكهرباء بالكامل. زين برايك الايام الجايه نقدر نشوف انه اكو حل لموضوع الكهرباء لو هذا الحال باقي كما هو عليه؟ اذا لم تكن هناك منظومه استشاريه حقيقيه من خارج صندوق الوزاره ومن خارج صندوق الحكومه التي فشلت على مدار 40 عام في إدارة الدولة، زين صدقني ليس هنالك حل. زين أخيرا تتوقع إقالة وزير الكهرباء؟ لا ما بها حل، إذا يعني هسه ما بها فعل رجلانه بالنتيجة القرار بالسيد رئيس الوزراء والرجل جاد على أنه يحل الملف بطريقة صحيحة، ولكن أنا أعتقد هنالك قصور في الرؤية. زين إذا ما تكون عندنا أرقام حقيقية نقدر ننطلق من عندها وأسباب نقدر نحللها ونمشي العالم، انا اعتقد احنا مخطئين 100% في هذا الموضوع. المهندس مازن السعد اشكرك الشكر الجزيل على هذه التوضيحات وهذه الاراء اللي اطلقتها من خلال برنامج الوسم وقناه الايام الفضائيه، شكرا جزيلا لك مهندس مازن. مشاهدينا الكرام هو هذا اللي جاي يصير. فكر اداري ما يعرف يخطط للمستقبل، وزراء للكهرباء يرحون ويجون على مر السنوات، ما حد قدر يحل هاي الأزمة ومنظومة الكهرباء باقية على حالها. في كل سنة في فصل الصيف احنا نشاهد المواطنين تطلع مظاهرات تناشد تحكي، يقتلها الحر بسبب عدم وجود الكهرباء، التجهيز غير كافي في فصل الصيف.
وما حد قدر يحل هذا الموضوع. ما اعرف الموضوع هذا يعني توقف وراء دول مثلا لو شنو توقف وراء شنو هذا الموضوع فهمونا خل نفتهم. الى السيد رئيس الوزراء المحترم الاستاذ محمد شياع السوداني ان حملك امانه. اليوم الشعب العراقي ما عاد يقدر يتحمل. انت بديت بخطوات جيده جدا بمحاربه الفساد بالبناء والانشاءات وجاي نشوف احنا هذا الموضوع على ارض الواقع بتعديل كافه الامور بتصحيح المسارات، ولكن ملف الكهرباء اذا ما قدرت تعالجه فهذا ينحسب عليك، خصوصا ملف الكهرباء. ما راح احنا نحكي على وزير ونجيب طاري وزير، لا والله الوزراء كل شيء ماكو، اغلبهم اللي جاوا بهاي الوزاره اغلبهم كل شيء ماكو، فقط اجى وزير وهذا هو في مال لا يستلم رواتبه يستلم مخصصاته يروح ويرجع يداوم ويروح كأنما شيء لم يكن. لحد جاب لنا شركات بها حظ، لحد سوانا تجهيز بها حظ، لحد كل شيء ماكو. زين لذلك نحملك المسؤولية الكاملة يا رئيس الوزراء. اليوم ملف الكهرباء الشعب العراقي ينتظره من عندك، مثل ما رحت لهواي أماكن وصححتها تعال للكهرباء وصححها. هذا اللي نريده. خلينا نشوف باقي الموضوع وتفاصيله وايضا ردود افعال المواطنين حول موضوع الكهرباء. يقول علاء بس اريد اعرف وين المحطات اللي اشتغلت قبل فتره. والله ما اعرف، انا هم اريد اعرف، يعني انا هم مثلك اريد اعرف وين المحطات اللي اشتغلت قبل فتره، وين راحت، وين صفى بها الدهر، خل فهمونا خل نفتهم. ما اعرف. تامر يقول الكهرباء مثل اشاره المرور، مثل إشارة المرور، نريد حل لأنهاي كل صيف هذا برنامجهم. إشارة المرور أحمر أخضر أصفر، هي هاي إشارة المرور. فالكهرباء ترافيك لايت، يعني صحيح كلامه مضبوط. أحمد يقول مع ضحكة، يقول كل 7 ساعات ربع ساعة تجي، يعني هاي المفروض يعني تشكر ربك، مو زين جاي تجيك ربع ساعة، اكو ناس اصلا ما جاي تجيها، انت جاي تجيك ربع ساعة اشكر ربك. جبار يقول هذا القرار جريء وصائب حتى تنكشف لعبة الكراسي وينفضح وراء ترد الكهرباء خلال 20 سنة. اما العميري عمار يقول المفروض من رئيس الوزراء حل الوضع بشركات استخراج الغاز. وجهة نظر. أما حسين يقول وبدربك سيادة الرئيس تغيير شامل بكل مفاصل الوزارة، الوزير سبب لكن ليس وحده، وزارة مترهلة تغيير لحد ميم قسم صولة الأنبار كررها بهاي الوزارة، واعتمد شباب خريجين موجودين بالوزارة مركونين. هذا كان آخر تعليق خصوص هذا الموضوع. اليوم موضوعنا الأول موضوع الكهرباء اللي ما راح نشوف لحل إلا بتغيير جذري، تغيير الواقع وتغيير هواي أشخاص يعني معشعشة بالوزارة، وأيضا يعني شركات ما أدري جاي تجهزنا ما جاي تجهزنا، ما أعرف المشكلة وين، ما جاي نعرف. هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني في هذه الفقرة ما اعرف شلون افاتحكم بصراحه، يعني يراد لي فد، يعني يراد لي فد، ما اعرف يعني شلون افاتحكم، شلون عبالك ديناصور وفايت لهم، عبالك ديناصور ماكو وفايت من يمهم، ولا عبالك قطار، ولا عبالك قطار يقل مواطنين ويقل الناس ويقل المواد، ولا عبالك، عبالك وحش ديناصور. شوفوا ديناصور، ديناصور هذا وينه، ها ما مو قطار، هذا ديناصور. فلذلك من يمشي هاجموه، لازم تهاجموه. اي ليش قطار يمشي بامان الله، يروح يوصل الناس ويرجع، يوصل البضاعه ويرجع، يوصل الشغلات ويرجع، تطلعون عليه وتهجمون عليه شنو التخلف هذا، شنو هاي الهمجيه اللي عند البعض، يعني والله ما اعرف.
وزارة النقل تشتكي من هذا الموضوع، القطارات اندمرت، هي تمشي يطلعوا لها بالطابوق يهجمون عليها ليه ادري شنو طابلك، حية طابت لك، ديناصور طابلك، حوت، هو قطار، قطار عفوا يمشي بامان الله، لا مأذيك، لا يكسر عليك مثلا، لا يجي من بيتك يعني. ليش والله ما اعرف يعني تريد تجي تفتهم السالفه، يعني تريد أرد أدخل بواقع ذولا بعقلهم يعني بداخلهم، أرد أعرف ليش من يشوف قطار يقرر إنه يهاجمه بالطابوق، شنو السبب، شنو يعني أرد أفتهم أني ما أعرف يعني. تخلف. وبالمناسبة من أحكي لأحد يقول لي ما أعرف شنو، أكيد أنا أحكي بس على البعض اللي جاي يسوون هاي الشغلات، فحتى إذا كانوا في محافظة معينة أو منطقة معينة هذا لا يعني أنه كل من في المحافظة وكل من في المنطقة، فقط الشلة هذا الـ 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 العقليات المتخلفة الكلام عليهم مو على الباقين. هاي رسالة حتى لحد يطلع لي وها وتحكي وما أدري شنو هذا فايتة تضربوا ليش، هو قطار. خلي أشوفكم الصور، البيان وزارة النقل اللي نزل بخصوص هذا الموضوع. وزارة النقل زجاج أحد قطاراتها على خط بغداد البصرة نتيجة مهاجمته بالحجارة. هذا يعني شوف، هذا مكان مال مسافر، مكان مال مسافر، وشوف القزاز اللي والجام اللي متفلش يمه، يعني ما فكرت هذا القزاز ممكن شي يسوي بعيونه، شيء الطابوقه هاي ما فكرت توقع على راسه وتاذيه وتموته، مسافر، هذا مسافر يعني. ترى الوحشيه هاي شنو؟ زين هذول اللي يضربون القطار جهال كبار مخرفين شنو شيء يعني، شنو يتعاطون غير نفتهم؟ ايش طالع لك يعني؟ هو في قطار جاي يمشي يعني، ترى هو قطار جاي يمشي، قطار يعني ما جايك حوت يعني، قطار يشيل ناس، يوصل ناس ويرجع، يوصل شغلات بضائع ويرجع، كل شيء يعني، هو قطار يعني، قطار يعني. فشي ترى حلو من احنا صغار، الله يهني يشترون لنا ملاعيب، يشترون لنا قطار وسكه وهذا ونكيف يعني، ما يأذي حتى انت هيك تفلشه، ما يأذي ترى. ما اعرف، ها قدامكم، تهيب بالمواطنين الحفاظ على الممتلكات العامة، وزارة النقل تندد بالأعمال التخريبية التي تطال قطارات نقل المسافرين. تفضل، خلي شوفكم البيان. تعلن وزارة النقل عن تعرض أحد قطاراتها على خط بغداد البصرة إلى عمل تخريبي يوم أمس الجمعة، طبعا هذا اللي صار يوم الجمعة، في محطة الديوانية أثناء نزوله من العاصمة بغداد. وندد بيان الوزارة بالعمل التخريبي الذي طال إحدى غرف الدرجة الأولى لقطار 20 النازل بالقرب من مدينة الديوانية، مؤكدا أن المخربين عملوا على مهاجمة القطار بالحجارة مما أدى إلى تهشيم زجاج الغرفة. وفيما تعرب الوزارة عن أسفها لتلك الأعمال التي تطال قطارات نقل المسافرين والبضائع، مؤكدة أن العراق يعد واحدا من أوائل دول الشرق الأوسط التي استخدمت القطارات لنقل المسافرين والبضائع بين المحافظات، وبالتالي فإن هذه الأعمال تمثل سلوكيات دخيلة ومستهجنة وغير حضارية، وتنوه و في مضروب، وين مضروب القطار؟ بالطريق رايح للبصرة، هو مضروب في محطة الديوانية، مضروب بهاي المحطة، شحكي شقول يعني، والله زحمة، والله العظيم زحمة، احنا ب 2023 يفوت من يم قطار اشيل له طابوق وحجار وضربه، لك هاي كارثة هاي. انا اتمنى من الشرطة اللي هناك موجودين قرب المحطة وين مكان ضرب اللي يرحون يعتقلون شك واحد قريب على هاي السالفة، واكو كاميرات مراقبة وموجودة،
تؤكد الوزارة أنها تعمل على تزويد جميع محطات نقل المسافرين بكاميرات مراقبة ذات جودة عالية للحد من الظواهر هاي. فأكيد هسه بهاي المحطة كاميرات مراقبة، أروح أشوف من السوى هذا، إذا كبير أعتقله وأغرمه الجامعة وبعد غرامة أكثر، وإذا صغير أعتقل والده همينه، أعتقل ولي أمره لحد ما يصلحون اللي صار وينطون فلوس وغرمهم. إيه هذا الحل، هذا الحل، يضرب قطاع ديناصور فايت لك، ديناصور تضربه هو خطار صدق كذي. ما أعرف. الغريب يقول هو هذا التخلف والانحطاط مع الأسف. أما أحمد يقول دولة ماكو دوريات مال شرطة تعتقل الأطفال وتذبهم بالسجن، حتى ذاهلهم ما يربوهم بالسجن يتربون حتى لو أطفال، لو اعتقل ابهاتهم. اي عمي ترى العالم لا تفاجئون من تكتب هيك، ترى انا هسه قلبه محترق، انا اريد احكي غير حكي، بس يعني يعني لانه يعني والله العظيم كارثه. حسن يقول اوكي نفس المنطقه، انزل قوه امنيه واعتقل جميع اولياء امورهم وكل شخص يدفع 250 الف وتعهد واخلو سبيله. احمد يقول وضع نقاط حراسه بين مسافه ما شاء الله، عندنا حمايات منشآت خير من الله، وضع نقاط حراسة. ممكن هذا الموضوع قد يكون ممكن ممكن. آخر تعليق من حسين يقول وزارة ما بيها حظ، لو مخمرين أهلهم بالسجون. لا هي الوزارة ما لها علاقة، ترى وزارة النقل ما لها علاقة، يعني ما تلقي القبض عليهم، يعني ما تلقي القبض، خلي زعطوط يشمر حصوة بعد. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اليوم، موضوع القطارات اللي يضربوها الناس ويهاجموها لمن تفوت من يمهم، ما اعرف شنو السبب. هذا كان موضوعنا الثاني. موضوعنا الثالث في هذه الفقره، الحمد لله على مخرجنا طلع لنا صورته حتى ما يقولون عبالهم على غير واحد. الحمد لله على سلامته، يعني ما شاء الله، يعني الحمد لله على سلامته، حصل على المركز 11. يعني زين ما غرقت خوي، زين ما غرقت، الحمد لله على سلامتك. المركز 11 من اصل 12 ما ادري ايش قد، الحمد لله على سلامتك حبيبي، الحمد لله، ان شاء الله ترجع لك سالم غانم، الحمد لله على سلامته. هذا هو السباح في منافسات اليوم الاخير من البطوله العربيه، اللي الدوره العربيه اللي جايه تصير المقامه في الجزائر حاليا. سباحنا الحمد لله والشكر اخذ المركز 11 من اصل 12 يمكن حسب ما موجود، والاخير لا المركز 11 والاخير هو 11 من اصل 11، 11 والاخير. الحمد لله الحمد لله على سلامتك، زين ما غرقت يا اخوي، الحمد لله الحمد لله. ما ادري يعني دائما انا احكي على الاولمبيه لانه بيها اتحادات تشتغل وتاخذ فلوس بس، يعني تشتغل يا شغل، تشتغل بس تروح تسافر وترجع وتاخذ فلوس وما تاهل الرياضيين. والله ما الوم هذا السباح غيث، الوم اللي وراه، الوم اتحاد السباحه، والوم الاولمبيه اللي تعطيهم فلوس وبلا رقابه ولا تعال جدول سنوي ايش عندك ما عندك، هذا ايش قد راح يحصل، معسكرات اسوي لهم شغلات، ماكو ماكو ماكو. خلي نشوفكم السباح غيث وتفاصيل الموضوع وشلون قدر يحصل على المركز، مخرجنا ذا موجود وياي، المركز 11 والأخير في سباق 50 متر. يقول في منافسات اليوم الأخير من فعالية السباحة بالدورة العربية للألعاب الرياضية المقامة في الجزائر، حصول السباح العراقي غيث عادل حسين على المركز 11 والأخير في سباق 50 متر سباحة على الصدر. يعني بهذا مالتنا العادي، يعني لا ظهر لا فراشة لا مدري شنو، لا هاي مدري شو يسمونها، يعني على الصدر، يعني هذا الطبيعي مالتنا، هذا كنا نسبحه، هاي كنا 11 والأخير. خوي الحمد لله على السلامة غيث، طمنا عنك، الحمد لله على سلامتك حبيبي، يعني خطير. ما ادري شو الوم، الوم اتحاد السباحه، الوم
الأولمبية، لا معسكرات، لا لا شغل، لا عمل، قاعدين وساكتين، ويرحون دول ال 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 الرياضيين يخزوننا ويجون بهاي ال 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 المراكز 11 والأخير، لو ما مشارك أحسن لك، جبنا عمرنا بهاي الرياضات وغيرها، بالأخير احنا جبنا عمرنا هم سنة من السنين بمدربية أولمبيات هذا بالتجديف، هم جاب المركز الأخير، وهم قلنا له زين ما غرقت، زين ما غرقت خوي. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الموضوع. منتظر الجابري يقول عادي احنا ندري بيطلع الأخير بس نشوف البطولة نتأكد، خاف يموت. أما كرار يقول الحمد لله على السلامة ودفع الله ما كان أعظم. عباس يقول الحمد لله زين ما غرق هناك كان رحنا بيه. أما علي عيسى الربيع يقول غيث أدري وين كنت تتمرن بطشت. تتمرن بطشت صدق يا غيث وين كنت. آخر تعليق من المحامي علي محمد الشمر يقول غيث لو أنا رئيس اللعبة وماخذة وصارف علي طيران وفندق وبعثة كاملة وياه وياخذ الأخير والعباس أرجع من الجزائر للعراق سباحة حتى يصير إلى درس وهم يتقوى شوية حتى بعد لا يفشلنا قدام الأمة العربية زين وما غرق. هذا كان آخر تعليق بخصوص الموضوع الأخير في فقرة فيس وفيس اللي هو موضوع السباح اللي حصل على المركز 11 والأخير في بطولة في دورة الألعاب العربية. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام فقرة فيس تو فيس، فاصل قصير، فقرة ترند تيوب، خليكم ويانا لحد يروح بعيد. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة ترند تيوب، حيث الفيديوهات و اللي تنتشر يعني في مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا في بعض البرامج الأخرى. الفيديو اللي جاي هو من الموصل، عركة ما بين شرطي أو شرطة ومواطن، بس ما نعرف على شيء. يعني خلينا نشوف الفيديو، خلينا نشوف الفيديو. يعني هسه هي هاي السباعية، يعني مثلا يعني هسه ما اعرف انا شو مسوي هو، اوكي، بس يعني هي هاي سباعية، يعني انتو اثنيناتكم بالش اسمه شنو، يعني هسه المفروض اصفق لكم لو شو اسوي؟ مذنب اخذه اعتقله اوديه لمركز الشرطة، مسوي شغلة اكلبكه واوديه، اصعده قاضي، اصعده، يعني هسه هي هاي شنو هسه هاي اللي جاي تسويه؟ مو هيك انت جاي تسيء لهذا السلك الامني المحترم، جاي تسيء لوزارة الداخلية كم شل هذا؟ والله عمي عسى ما هسه ما ادري شو مسوي، ما اعرف هسه هو هي هاي يعني ما اعرف سرى لازمين على على ما ادري شنو، زين سرى لازمين هم هسه ما ادري سرى لازمين، بس يعني هسه هذا يعني شنو انت جاي اللي جاي تسويه شنو؟ ما اعرف يعني شنو الموضوع؟ ما ادري، جاي يضربون بي بالهاي بالعود وهذا هاي العالم تباوع سرى هم لازمين سرى ما ادري على شنو، والله ما اعرف ما ادري. كون نعرف السبب حتى واحد يرتاح، كون نعرف السبب. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. خالد يقول حق الرجال الامن اذا كان استهتار من قبل المواطن. اما صهيب يقول اكيد مقصر لو مخالف، لان ما اعتقد الشرطي عنده عداوه مع المواطن. محمد يقول عمي اذا تروح على الدوائر ما يتحاكون، حتى الشرطه بالباب ما يتحاكي، هذا لو بدياله ويكتلونه الشرطه حرام ولا شرطي يبقى ببيته. ليش خويا شنو دياله ساقطه يعني؟ شنو ما بيها امن مثلا؟ قول يا الله عمي شنو؟ شنو لو بدياله ماكو شرطه ما يبقى ببيته؟ قول يا الله عمي. ابو جيهان يقول شنو هو الفيلم؟ يمكن واحد يفهمنا؟ شرطه يحملون عصا ويضربون مواطن، ها
هاي صعبة وهذا استهتار. والله إذا افتهمت الفيلم فهمني وياك، فأنا أريد أفتهم أيضا، إذا فهمت فهمني وياك. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو، الفيديو الأول. الفيديو اللي بعده ما أدري يعني، والله العظيم ما أعرف شلون أفاتحكم بالموضوع، شلون أفاتحكم بالموضوع ما أعرف. بس مواصفات برجل يعني هذا هو، هذا هاي المواصفات مال البرج المدري شنو. طبعا مثل ما شفتوا يعني على 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 الجسر، اعتقد هذا جسر الجمهورية، منا الخضراء ومنا ساحة التحرير، وهذا العينتين ما اعرف يعني شنو اللي جاي يسوي، ما ادري يعني ما اعرف. هاي الرصيف مال الجسر اللي هو مخصص للمواطنين يعني للمشاة يمشون عليه، هذا العينتين بسيارته، ما ادري ما اعرف والله العظيم ما اعرف شحكي يعني. هذا يعني هذا الكائن، هذا الكائن مخلوق من شنو ما ادري، اللي بعقله شنو، ولا حد يقول لي حاله طارئه، ولا حد يقول لي ظرف، ولا حد، لان ما حد يسويها. واذا تقول لي حاله طارئه اقول لك انه الجسر ما واقف، الجسر جاي يمشي، ما مزدحم، جاي يمشي، وهاي قدامكم السيارات انتم جاي تشوفوها جاي تمشي. يعني لا حد يقول لي اه حاله طارئة. بس هذا وشوف هذا يعني هذا مواصفاته ما ادري. نوب 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 هو براهي يعني، هو براهي، الناس تباع عليه يعني، هو براهي. اتمنى من القوات الامنيه تكون قد القت القبض عليه، اتمنى من المرور يكون قد غرمه غرامه بها حظ حتى بعد ما يعيدها ولا يسويها. الفيديو انتشر بصوره كبيره جدا ورقمه موجود اكيد بالفيديو، هو سيارته مرسيدس مظلله لونها سيلفر زين، فيعني بعد ما يحتاج ننطيكم اكثر تفاصيل. هاك تفضل. والله ما اعرف يعني هيته، هي ما ادري شنو من شعب، ما ادري شنو من ناس. جسر، المشكله الجسر جاي يمشي. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع. ياسر يقول مبين لا حالة طارئة ولا شيء، بس مع الأسف ماكو قانون يردعه ويخليه يعترف بأن هنالك دولة تحاسب المتجاوزين والمخالفين للقانون. صلاح الزيدي يقول هذه الحالة دائما تتكرر وباستمرار على جسر المثنى، دائما تتكرر وباستمرار. ما ادري المرور شنو شغلهم، ما اعرف. سلطانة تقول هاي مو جديدة، خاصة جماعة الكيات الرصيف خلوه لحضراتهم، ما يقدر يمشي على الشارع ويلتزم بالنظام، اتحمل الازدحام لو تعوف السيارة. تقول اتحمل الازدحام لو تعوف السيارة. اما علي يقول لانه المواطن يشوف المسؤول يخالف يقول لك بقت علي. عمي والله العظيم انا صار لي هواي اشوف مسؤولين وحمايات مسؤولين، اوكي يكسر هذا، بس والله ما شفت واحد يمشي على الرصيف مثل هذا، ما شفت مسؤول يمشي هيك. اخر تعليق من الحاج عباس يقول في وسط بغداد وامام المنطقه الخضراء الاستهتار. اي والله يا اخوي بوسط بغداد هذا الاستهتار، بوسط بغداد. الفيديو اللي بعده هو الانسان، الله سبحانه وتعالى من يخلق انسان انا خلقناكم في احسن تقويم، بس اكو بعض البشر يردون هم بارادتهم يتحولون الى حيوانات، هم يردون، هم يعني هم الله خالق انسان بس هو ما راضي، ما يرضى انه الله خالق انسان، يريد يعيش كانما حيوان هو. تفضل. في ثواني من انسان الى حيوان، هذه هي المسابقه،
تحول الى حيوان. شلون انت جاي هاك؟ تفضل تفضل. ما ادري شنو هاي السبب، ما ادري يعني مسابقه والله تاكلون هيك يعني. انت انسان، الله خالقك انسان، مبهذل نفسك بهاي السوالف ليش؟ ما اعرف. خلينا نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو. ما اعرف يعني ناس تتحول بارادتها الى حيوانات، ما اعرف. فاطمه تقول الحمد لله على نعمه العقل. صدقي والله الحمد لله الحمد لله. نور تقول ايش هاللعبان نفس؟ والله ما ادري يعني هم ايش هاللعبان نفس بعد، ما ادري هم هيك، هي هاي ذبتهم هيك، هاي على هاي الحطه. الهاجر يقول ناس مرتاحه الله راضي عليها، ايش عندهم هم غم يطلعون ملاعيب او شيء؟ وين الهم؟ منو قال لك انت الله راضي عليهم يعني؟ مثلا منو قال لك؟ حسين يقول حتى بزازين ما تدمر روحها. اي والله اي يا حسين، حتى البزازين ما تدمر روحها هيك. يقول النعمه تحتاج الى احترام والحمد والشكر لله. لا تنسوا ان اوكرانيا قبلكم كانوا يترفسون النعمه باقدامهم واللعب بها، فسلط الله عليهم الحروب. طبعا هذا ما اعرف وين، باسبانيا يمكن، ما ادري فرنسا. هذا الفيديو هاي يلعبون هيك، هاي هاي. هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو. الفيديو اللي بعده هو فيديو يحبس الانفاس. يعني من انا يعني ما من انا صغير ابد ما احب هاي السوالف، هاي الملاعب ابد ابد، لان ما شاء الله يعني هاك شوف شوف وين متعلقين، وطفت بهم الكهرباء وصار بهم. تفضل هسه احسن لكم يعني هسه شنو صاعدين ما ادري شنو الساعه، والله ما ادري. طفت الكهرباء بيكم بهاي اللعبه، ما ادري شو يصحوا لها هاي اللعبه، ما ادري شو يصحوا لها مقاص، شو يصحوا لها هاي اللعبه؟ قلب معدة يعني، المعدة تنقلب بيها، انه باقين هيك مقلوبين. وها منا محاولات لتشغيل هذا هاي اللعبة يعني، ما شاء الله وقفت بيهم بعد، خلاص هذا وقفت وقفت بيهم. هاي تفضل ما شاء الله وقفت بيهم. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. أسامة يقول هذا يعتبر اختبار حقيقي لإجراءات السلامة والأمان أثناء الاستخدام الفعلي، وبما أنه طلعوا منها بدون أي خدش فهو نجاح بالعلامة الكاملة. أما جماعتنا إذا يبطلون شارع فبالاستخدام الفعلي إذا تمشي عليها ستوتة يتحفر ويطلع خارج الخدمة، الله يوفقهم. عمر يقول اكو واحد من جماعتنا يخاف من دولاب الهواء، ايش حال اذا يصعد بالافعوانيه؟ لا والنوم بتتعطل والله ينجلط. هاي الظهر اللعبه اسمها الافعوانيه، اسمها الافعوانيه ما اعرف والله. هذا يريد صاحبه يصعد بيها. همس الاماسي تقول ادري متوازين يصعدون بيها من عندي دخت، الله وكيل. اخر تعليق من سن يقول وما قالوا لهم ان يركبوا يتحملون عواقب. اقول لك تجات يكتب هاي مسماريه، والله ما ادري مسماريه. هذا كان اخر تعليق في هذا الفيديو والحلقه بشكل كامل. مشاهدينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم، حتى التقيكم في الحلقه القادمه، نقول لكم في امان الله.